ولا تنتهي عند خطر الفكر العثماني التوسعي المطعم بنكهة إخوانية منحرفة. أعرب الرئيس السيسي عن تقديره للعلاقات الوثيقة والتاريخية التي تجمع ما بين مصر وتونس. جاء ذلك خلال لقاء الرئيس السيسي بالرئيس التونسي قيس سعيد على هامش مشاركته في القمة العربية بجدة. الأمن القومي لمصر هو أمننا، وموقف مصر في أي محفل دولي سيكون موقفنا. أقول هذا عن قناعة تامة. لقد تأكد لكل ذي بصيرة أن الحفاظ على الدولة الوطنية ودعم مؤسساتها فرض عين وضرورة حياة لمستقبل الشعوب ومقدراتها، فلا يستقيم أبدا أن تظل أمال شعوبنا رهينة للفوضى والتدخلات الخارجية التي تفاقم من الاضطرابات وتصيب جهود تسوية الأزمات بالجمود. إن التحديات التي نواجهها كبيرة، ولا شك أننا نشترك في نفس الإرادة من أجل رفعها وتخطيها. وأولى هذه التحديات وليست أقلها على الإطلاق هو الحفاظ على دولنا، لأن هناك من يعمل على إسقاطها حتى تغيب المؤسسات وتعم الفوضى بالاقتتالات الداخلية. ونحمد الله تعالى على عودة سوريا، على عودة الجمهورية العربية السورية إلى أحضان جامعة الدول العربية بعد أن تم إحباط المؤامرة. أقول بأنني الآن وبعد لقائي مع فخامة الرئيس قيس سعيد تأكدت من هذا الشيء، ولو أنه مؤكد ولكن زيادة التأكيد دائما ضرورية. الشعب العربي بشكل عام لم يتغير، ولكن تونس بالذات كان لها أهمية لأنها استخدمت كأحدى المنصات أو لإظهارها كأحدى منصات التآمر على ليس فقط على سوريا وإنما على الفكر العربي، على الانتماء العربي، كأنها منصة للفكر الظلامي الذي يريد أن ينطلق ويسود في مختلف الدول العربية. تأكدت اليوم بأن تونس لم تتغير. ولا تنتهي عند خطر الفكر العثماني التوسعي المطعم بنكهة إخوانية منحرفة. يعني عمليا أردوغان لم يبقى له من دور سوى دور البلطجي السياسي، أو باللغة الفصحى أخرى الأزعر السياسي. Niçin 1 milyona yakın vatandaşını öldürmüş olan bir Suriye'nin başkanıyla nasıl olacak da geleceği kucaklayacağız? Suriye'nin halkı böyle birisini başında görmek ister mi? Çünkü Beşer bir defa Esed kesinlikle açık ve net söylüyorum. Devlet terörü estirmiş aslında bir teröristtir. Mısır sen hiç konuşamazsın. Zira sen ülkende demokrasi katili olan bir kişisin. %52 oyla seçilmiş olan bir Mürsi'yi, evet, mahkemede çırpınarak ölmesine sen neden oldun. Belki de operasyon yaptın.
ve ailesini bile defnetmesine müsaade etmedin. Sen böyle bir katilsin. اللهم عليك بالطاغيت بشار، اللهم عليك بالطاغيت عبد الفتاح السيسي، يا رب خلص الإسلام والمسلمين منهم يا الله.